مطالبة الزوج إخوة زوجته بحقها في الميراث هل يشرع له ذلك؟ والعرف في بلادنا يعتبر ذلك عيبا. لا، الكلام على المرأة نفسها يا إبراهيم بن كامل التي هي الزوجة، هي صاحبة الحق، تطالب أو لا تطالب لكن هي صاحبة الحق. أما إذا كانت بلادكم تعتبر توريث البنات عيب فبئست أعراف بلادكم.